صباح الخير. صباح الخير. بجاه ربي شكون خلى الفريجيدار محلول؟ ما تعرفوش اللي الفريجيدار اكثر حاجه تاكل ذو؟ توخي لسليمان عجر دبوبه في الفريجيدار. ماليش احكي على البوبه كي تشعل وقت تحل الباب، نحكي على الموتور كي تخلي الباب محلول البروديه كل تمشي حرام. اي جيجه اقعد افطر، والبرد اللي خرج دفعت بلاع لي. يا امي راني تريت من فاتورات ودفعن البلاع. صار انت على الفاتورات؟ انا مشى في بالي تبع في الحمله نتاع الاقتصاد في الطاقه. ما علاش نقتصدوا يالا؟ ما باش نستحفظوا على فلوسنا ومن توا باش نطبق عليكم سياسه التقشف. خلي سليمان نسخن ليك الحليب ولا نتقشفوا في الغاز. اسمع، من اليوم ما عاد نحب حتى انبوبه تشعل في النهار، والتلفزه تتسكر من الفلسه مش بالتيلي كوموند، وكثروا من فضلكم من الخطوات ونقصونا من شوفها السنترال. حقا، ونرجعوا نطيبوا بالحطب. زينوب اختار راجلك، بيناتنا الحق معاها، الاقتصاد اشطر المعيشه. شنو زاد عيشه بالتقشف ياسر مقاينه. لا 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 يا تخيل استيمان، بجاه ربي ما تقاينهاش. اسمع كلثوم، انت لاحظت عليك المده هذية قاعده تطول في لسانك اكثر من اللازم. ماني عاد تنست بيكم والحشمه طارت خلاص. سلومه، تبديش قمت متنرفز على خاطر العشوائيه اللي باش نعملها اليوم؟ شو كانك على البونديزون دو لا كريمايير لازم منها، وحقني راني عملتها عندي مده. ما خص المشنوق كان البونديزون تاعك. وشنية هذي؟ يا امي البونديزون دو لا كريمايير بدا عاملينها لقره، كل ما يدشنوا دار جديده يحفلوها. ما طيبنا الملوخيه فاش قام هالبدعه؟ قول لها قول لها بدعه ومصروفه بالبدوع. وتحضيرها ثانيه لازم راهو يهد الجهود. سامحني خلي سليمان، ما عدتش مبصر معاك. سامح يا اخي، ما عادش تعملوا عظم رو بالصباح. وفي العظم بيه الاخرى ضرب شاميه ولا معجون؟ شو خبز بالزبده هكا حاف؟ صبوحي احمد ربي اللي ما زالت عنا الزبده، ولا باقي راك تاكل في الخبز بالفريره نتاع الحليب. خلت جنات وقتاش تخدم لنا ضرب معجون ولا شاميه؟ وقت اللي يجي عيد ميلادك قول لي توا نهدي لك حكه شاميه باللوز. هيا حقا نانا فكرتني، باش نهزوا معانا دار خويا سليمان اليوم العشيه؟ علاش يا خلومه كي استدعاونا قالوا لنا جيبوا حاجه معاكم؟ وه يا نانا ندخلوا بيدينا فارغه؟ ليه كلك علي انا باش ندخل ساكي في يدي وانت دبر راسك؟ يا نانا راهو عيب نبركولهم على دارهم من غير هديه. يا نانا بالعربيه ما نحبش نصرف. اي انا ملي بطلت الخدمه من الليم ازرق ما دخلتوش. وكراويت البلاص وبايك في ناس بتفوشيكا وفلوس البنك اللي راقدين من عام 70. وا وليتوا تحسبولي؟ ليه؟ احنا عمرنا ما حسبنا لك. اما ياسر ياسر راكبسه سنتوره. اي كابسه اي، على خاطر غدوه شكون يعرف اش مكتب لنا ربي؟ هذا تحرم روحك وتحرمنا، مالك يكبروا الاولاد اش باش يصير فيهم؟ تهنى تهنى عزوزتي على صغيراتنا، هذوك مش يتربوا في النصر عند امهم يامهم وعمهم. انا نخمم باش نعمل مشروع جديد، وقتها يدور الدولاب وامورنا تتحسن. اي كي كيفاش تتحسن ترى؟ والله نوعدكم الا ما تعودوا تاكلوا الخبز بالشوكولاته كل صباح. اي مالا ما بين الصالي والحلو العربي نسربيو جيدو فخاس. فاش قام الفريز؟ مازال فيلو غالي برشا. ميسالش ميسالش، ونعملوا نوعين متاع تاي احمر واخضر، اما زعما نعملوه باللوز ولا بالبندق؟ بندق يلا المصروف بندق. صح عليك سي سليمان، ماك ما حبيش تصرف معايا، خليني نعم بفلوسي اللي نحب ونشتي. يا فات ما حضرتشي مدام زينب. اخي يا القطو باش دنوه هني ولا باش تشروه؟ لا تنشريه من برا خير. بربي يا كلثوم انت ايش مدخلك؟ صباح خير. صباح خير. سامحني بابا سهرت الراجع ما نجمتش نقوم. شملا عليك شملا، ان شاء الله لاباس. اي اقعد افطر اقعد. لا لا كانك مزروب، نفطر في الكافيتيريا اللي مقابله الليسي. تعرف انت ابتداء من موسم الدراسي المقبل باش نشوف الكليسي ما بحذاش كافيتيريا. ما نتصورش كي مش تلقاها الليسي. وانا نقول لك ما ثماش ماكله في الشارع، مانيش نعطي فيك في المصروف باش تبندقوا على اليمين وعلى اليسار. كلثوم اعمل لك اسكروت بالزبده والمعجون. ما يسالش تناكلوا في التاكسي. تاكسي وما ثماش تاكسي زاده، باش ناخذوا الكار. كار والكيران باش نخلطوا لوسط البلاد. يا ناري على وليدي باش تقعد تدزقل بين الكيران. تحكي يا فارغه يا امي، اسالت قالوا لي فما كار تهبط في اتجاه. ايش كان علي؟ ما
ما بين التجي ام وبيرويا اختي وتيل واحد يمشيهم على ساقيه باهي للصحه. ميسانش فاطمه بزهرك اليوم الاول في التقشف. بخلاف التقشف يلا انا كبروفيسور في علم النفس يلزمني نحتك بالشعب وعامه الناس. خالي سليمان اخوي حضر روحك عيد هك اليوم اول نهار بشطح في الكار غير ما تقلقش ما تحكحيك. مالا تعرفش كيفاش نوصل انا فيس على نجبه شعري وانت تلهبت وانا علاش ما تجبدليش انت شعري ومن بعد انا نجبد لك شعرك؟ ويا نانا بربي يزي دخلتي جنات يا اخي باش تهزوا التوامه معاكم عزه يا اخي ما قتلوش. سبعون سامحني نسيت. اليوم باش نخلي بحذك التوامه توا نحضر لهم ببروريتهم ونبدل لهم ونحن ماناش باتين. شو باش تخليهم لي وحدي؟ اي ما يقلقوش ماك تعرف يعدي وعشيه كيما راقدي. اسمع متاكدين ماكمش باتين؟ يا ولدي ساعه من زمان ماخذه في الخاطر وزيد ماشيين في تاكسي وجايين في تاكسي. ها تاكسي فاش قام يا بنيتي يا اخي ما فماش كيران يهزوا للنصر هدا واحنا علاش ما نمشيوش على ساقينا؟ مش خير عادش بي يا اخي هي بعيده برشا. خدي جنيت وانت علاش ما تسلمش المطور الباجي بالسيركيلاسيون ثم في البيت تقلق حتى قبل التاكسي. اللطف اللطف. صباح الخير يا حاج. صباح الخير سي الباجي شحوالك لاباس؟ لسه عليك خير عايشك مشبوش. شنو اخويا الفليجه جديده ان شاء الله مبروكه ما تقوليش مسافر. ليه فليجه الكاميرا نتاعي جديده بون اوكازيون شريتها البارح من السوق. هاي ان شاء الله مبروك. قداش السوم؟ لا ما نجمش نقول لك على سومها على خاطر راس المال نتاع المشروع نتاعي جديد اللي باش تخدم فيه معايا. نعم بابا شبيني مهبول باش نخلي نصبتي ونرجع نخدم معاك. تتهنى يا ودي الخدمه كلها بالليل واكثر الاوقات في صاله الافراح. فهمتك يا باشا معناتها انت شريت الكاميرا هذيا باش تمشي تخدم بها في العروسات وانا بابا باش نخدم معاك نشد لك الضو وتتبعني زاده تشدي الخيوط بتاع الكاميرا. باهي يا باجي نفرضوا يا سيدي انا وافقت وجيت نخدم معاك قداش باش تخلص؟ ما نجمش نقول لك بالضبط اما لي سور اللي احنا باش نعملوا الشيخه بالعشوات والحلو باش نعملوا جو مع بعضنا وخاصه انت. ملا جو ما حلاني نبدا ندور في وسط العباد كيف نار سيدي بوسعيد. ايه نقصد ماك تحب تستحسن وتلم سويقاتك تنجم في صاله من الصالات تطيح بنت الحلال. بربي قول لي يا باشا كيفاش باش نعرفها انا بنت الحلال وسط المستاذنين؟ كانش اللهم تكون كاتبه على شبينها انا بنت حلال. لا يا راجل تسهل ياسر تثبت في البنات اللي يشتحوا باللي يحطوا ساقيهم في العرس هذوكم هما اللي يلوجوا في ولد الحلال. باهي باجي تو خممت. علاش مش ماشية؟ ما تقوليش أختي زينب ما استدعتكش العشوية. ليه بالعكس ساعة البارح شد بالذمة واستدعتني. أما لا غالب العشية عندنا برشا رونديفوات. خسارة ما نجمش نعوضك العشية باش نشد البيبيات. يا باش تعمل بيبي سيتينغ؟ لا 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 قلت لك باش نشد البيبيات خاطر عزوزتي وخاطر جنات ماشيين العشوية. وأنا إش قلت؟ هذاك هو البيبي سيتينغ معناها شدان صغار بالفلوس. هي أما أنا باش نشدهم بلاش. شعفة وطوبة شعفة وطوبة كان مازلت ناخذ الكار. لاباس دكتور؟ ما مسرقولي البورتابل. اي سرقولي البورتابل ونحمد ربي ما كملوا سرقولي البنية فاطمة بجنبي. شكون عم يسرقها؟ نشهد لك يا دلندا نشهد لك كيفاش كل يوم تاخذ الكار. البورتابل تسرق لك في الكار ولا في المحطة؟ يا بدي في الكار وسط الكار ثم واحد شلغني لصقني الشربة اللي كلاها البارح في الليل ما زالت لسقت له في شلاغبه. الشيفور عمل الفران ووقف الكار وهو دزني تعاليه وقال لي سامحني خويا يعمل هكا ويتصرف ويهرب من الشباك. نقص بالشباك؟ يا ولدي البيبان الكل معبيين بالعباد هكا ما يملا كار واحد اخرى ما لوين عندهم مش يمشي وين؟ يا كهون جاتني المخي اتفقدت مكتوبي نرقاها افكتيفمون ضرب لي البورتابل. سيدي خويا عدى عليك انت تعرف سيدي خويا كسرت لي اليد قلت لي يا تخفه يا مبهلل. اش تقصد؟ شيء دفعت البلاد دكتور الفايده انت لاباس انكار دفعت البلاد
جاه ربي يا دلندا راني عفتها الكلمة هذية وخرجت من خنخش خشبي. سامحني دكتور. برمشي انتي بره. برمشي للاجانس بتاع التليفونات وقولوا لهم راي البيوس متاعي تسرقت فماش ما يوقفوها اجري. ها صار البيوس بركة تسرقت مش برطابل بكله هيا دفعت. صحيت يا سي العبقرينو جا ربي يقول لي فما واحد يسرق بورتابل ها يشد يفركو ينحي منه البيوس ومن بعد يرجعوا المولاه شنق بي برا ماشي برا ماشي برا ماشي قدام وجهي فيس قبل ما لاجونس تسكر مش مين زيد خويا هذيك كل ما تغش تجي تفشك هذيك فيا البي من القصير انا انت لا ماكش قصير برشا مربوع قد مر مر امشي مر تاش باش تعمل دكتور ما غير بورتابل تعرفش كيفاش دلندا هي في الحقيقة ستون بيان هكاك بنقص قضية للعشوية متاع عالة زينب ما موراني راهي محضرت لي ليست طويلة وعريضة في القضية اي بيه وكشت بتبيعتها اما دكتور كنت تطلبك مدام زينب ما تلقاكش لا تتغشش وي 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 سيفري تعرفش كيفاش اطلبها انتي اطلبها اطلبها على الفيكس وقولوا لها راهو البورتابل متاعي تسرق ها ما خايفة منها انا نقصد خايف عليها انا تتعاير تلفون مدام زينب ما تقوليليش زيد يقضي حاجه اخرى نهرا وجهدي طاح بصراحه شنو اللي باش تزيد تعمل لها كانش باش تعشي لها ضيفه لي لي سافا سافا انا جيت حبيت نطلب منك حويجه صغيره عشان هي اخر ربي سمعنا الخير شو كلثوم بعد وقت اللي يوصلوا ضيفينا نحبك هكا تتكلم كيفنا وش بيني نتكلم كلك تعطيس تي ليه ما نقصدش اما ماذا بيا هكا تتهذب اللهجه نتاعك شويه وش بيه لهجتي مش باهيه وهزي نوبه خلي الطفله تتكلم كيما تحب هي يا شومي يا اخي شبيكم مش عنتو فيا اش عندي قلت انا انا قلت جست كنت نقص شويه من مشيتي وجيتي وهوني انت غالطه على خاطر كلامها هي اصح كي تخاطب مؤنث يلزمك تزيد كسره في اخر الفعل القاعده هذه علمها لي استاذي سي الفاضل ربي يذكره بالخير ونزيدك زياده الاخرى هي كي تتكلم ما تخلطش عربي وسوري مش مشكل تكلمي كيما تحبي ربي ينجيك يا ام فضيله الباهيه ويعليك على من يعاديك صباح الخير يا باجي صباح الخير يا سيدي مبروك ولو اني انا متغشش عليك مبروك مبروك على شنو زاد زيد تخبي على اخوك ما البارح كي جات مدام زين بالبلاص سمعتها على نيتي تحكي هي ودلندا على كريماير فهمت انا اللي انت شريت كهرباء اوكازيون كريماير هاي يا باجي يبارك فيك يا عايش خويا يبارك فيك اي افكتيف معاه شريت كهرباء اما ما هيش كامله قلت نشريها بالقطعه بالقطعه هكاك تطلع ارخص وهوكا بديت بالكريماير وعلقته في بيت الصاله كريماير علقته في بيت الصاله بالله العلينا يا باجي عايش خويا بجربي اسمع انا جيتك نعرفك شلواش هكا وتدبر راسك قلت دبر ليش تليفون بورتابل يكون باهي وما يفوتش ال 100 دينار شنو ما تحبتش لي كان بالفاتوره يلا غالب يا باجي يلا غالب من الزز تحت السلعه السواقي باهي هات 100,000 تا وقت فطور نعمل دعسه للسوق هات باجي هدفع هدفع من عندك ميسال شتون بعد نخلصك يا اخي انا هرب عليك يا ولدي بالعربيه ما عنديش اسباس فوق مني باهي باهي سيدي خويا لازمك تمشي انت بيدك لاجونس باش تاخذ البيس نتاعك وما تنساش بطاقه تعريف شنو بيس يا ولدي قولوا بيس بيس مش بيس لا لا طلع اسمها بيس الطفل اللي بيهم تعيطوا لهم بيس يا اخي انت تعرف غير منها لا 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 عندكم الحق لا هيا مالا سالي مشبوش شنو هي التصليحه لا هذه شريتها البارح باش نولي نصور بها العروسات وان شاء الله نصور بها تور عمران صحيح تحب تصوره هكا يرعش كيما صورت لي عرسي انا وعزه يا اسبوعي مش مني من الكاميرا القديمه طايبه سيي يا دكتور الحمد لله اخيرا حلمت بحاجه باهيه يا باهي سي بون نوفيل مالا الميثود نتاعي نتاع سيناريوهات الاحلام اعطات اكلها برافو عليك يا دكتور على هذاك انا دوب ما قمت للحلمه كلمت مادموزيل دلندا على رونديفو مرحبا مرحبا بك في كل وقت وانا راهو متشوق باش نسمع حكاياتك نقصد احلامك ايوه
البارح في الليل اخذتني عيني واختصت في نومة نحلم بروحي في برنامج ليلك ملك وانا واقف قدام الصندوق والمنشط مطبس ويقلع في الشمع ويهز راسه هكا يغزر لي انا نبلع ريقي ويهز يحل هكا بشويه ومن بعد طف حل الصندوق طلع المليار. مبروك 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 مالله بخت عندك. تعرف بيناتنا انا اخوك قد ما حاولت نحلم بروحي ربحت فك البرنامج وشي انا نحل الصندوق منا يا تطلع كعبه زلابيه ولا قرعه. لا علينا واصل واصل تفضل ياك هو والجمهور قام يصفق علي عاد من بعد وعملت دور انا بوسط الجماع الكل وجاني عاد المنفذ في يده فليجه فيها المليار كاش. لا لا عاد سي صبحي 500 مليون برك وخاطر اذنك تقسم مع اللي ربح بالاس ام اس. بس زهر يا دكتور نهارتها حتى حد مطلب اعطاوني المليار كاملا. نعم نعم تحلم انت. ما انا فاش قاعد نعمل يا دكتور. اه وي وي سامحني تحلم ايفكتيفمون تحلم. هاي واصل 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 سامحني. هيك هو عاد خذيتك المليار ومشيت شريت كهربا من الباكو وتعديت هزيت دالندا من البيرو ومشينا حفلناها في الحمامات. صح عليك فريمون صح عليك. شكون دالندا؟ مادموزيل دالندا الكاتبه نتاعك. شنو وش عززها معاك الحمامات؟ صدفه يا دكتور جيت في الحلم نتاعي هكا بالكش على خاطر تفكرني في العلاج النفساني نتاعك. العلاج النفساني نتاعي؟ اسمع يا سيد منو هكا حاول مش معاش تحلم بها جمله. علاش يا دكتور؟ علاش ما يلزمنيش نخلطوا من فضلك ما بين الواقع والحلم. ايش بيك تغششت؟ ها مو مش ما ترسليش نخلصها زوايا زايدة. باهي مالا طويكا نرجع لحلمتنا. قلت لي أول حاجة شريتها من المليار هذاك هي كرعبة. علاه زعما؟ توا فهمت؟ هاي عاود لي بعد ما يكملوا البيبرون إيش تعمل؟ نعطيهم الديسير. فضلك عليك نازم بني نبيهم حتى يتقرعوا. وكنت تحس يسيت في القاع إيش تعمل؟ إذا ورجحي لهم قبل ما ترجحي لهم ننفخ عليها لا نغسلها صحيت. وكان فما حاجة هكا ولا هكا كلمني على بورتابلوك. بالله سب بورتابلوية بعدني ولا ديما عندك حسا تاهي عاد ما عادش بكري بيه ناناي اي بابا بسليم اي 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 عدني يتحيك لأمي مزانيت اي اي بابا اي اي يعني خطينا ذاك مش عدو ديك الرقد والكين ورقدين. نانا هيا فيسا اخرج قبل ما يعاودوا يشوفوك انتي يشوفوني ويكبشوا فيا. هاي 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 يا بابا عمراني توي اسكت بابا اسكت اسكت ودي يا بنتي بابا اسكت اسكت هاتا نعمل لكم توا بيبرونيتكم ثم شي ما تسقطوا ترقدوا. مرحبا مرحبا بفوفا وينك 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 لبسني عليك الحمد لله على خلاص وحل عايشك والله فرحت لي كلثوم عايشك ميرسي اهلا فوق احلى احلى بابا كيفك يا بنتي يا يدخل عايشك عايشك امي فضيلة الحمد لله عليك الحمد لله مبروك منزل عايشك عايشك سليم بونجور جو سي كونتون بور تو اي بور لي ديدي مبروك ميرسي ميرسي بوكو عايشك اش سميتها البنوتة تعرف مي فضيلة على ما تعبتني بجبتها سميتها كنزة. كنزة تعرف ياسر حلوة الاسم وتويك شي حويلة لباس ليس با الحمد لله يا ربي خليت حدا نونو متاع النهار. شكونو هيد؟ فوفا عاملة زوز دادات دادة للنهار ودادة للي. وقتاش تشوف بنتك؟ هاكي روح للدار بيان سور سينو انا متهني عليها ميكلا شيربة نظيفة تشره. تعرفوا مي فضيلة بيناتنا انا نخمم باش نعمل نونو ثالثة لسي طيب هاكي كدرتي حول في الزقية. او نو اسمع رد بالك تعمل هالعملة ما شيغي ليه عاد انا باش نختار له نونو قد امه تقول انت في عمر كلثوم وش هي؟ عزوز ركبتك نايا وين باش تحطيها ذا؟ هكا توفوفة لازم ونجي يجيب لي كادو معاك باش تغش عليك راهو عليك ان باش تغشش مش لي تراجعوا الكادو ولا خذوا انتي كالثوم شري لي فيه
هاتي ربع سيني خديتها من سويسرا دوب ما خرجتها من الكلينيك. يا لطيف خسارة كلثوم أنا وياك مانيش فرطة. حطها حطها في بيت النوم. هاتي على ذكر سويسرا تحبوا تتفرجوا في الدي في دي تاع لاكوشمون تاعي. وشقول لك انت تحكي لنا على سويسرا؟ على سويس ما شيغي بلاد تقتل نظام ونظافة اللغة والكلم. هي ما تدوجة كي تكثر من الكلمة تقلق راهو هذيك علاش انا دوبا ما خرجت من الكلينيك قلت لسي تايبي روح بيا. وكيفاش انت نافسة وتلود من بقعة لبقعة؟ سي كوا نافسة؟ هذه مازالوا ما نحوهاش من مجلة الأحوال الشخصية. زي مركيكة نافسة معناها الشر اللي ترتاح فيه المرأة بعد الولادة. لا أنا مرتاحة تخي تخي بيها بعد الولادة. شوفوا ستيل شقاولكم بربي تعرف زينوبا انا ما زدت حتى قرب بعد الولاده. شوف كرشي مش عليها ما حطتش بيبي 9 اشهر. برا برا توا فهمت يظهر لي كملت جابتنا من اخرى باش تنفس في بلاصتها. بحس قبل يعاودوا فيكم. واش نخص بالدبلو هذا؟ اوه كان ما تطلع عزا نسيتو هون. مش فيكم وين وين اسكت اسكت. سلامة. مرحبا بك سي زاهي ديما قبل موعد بدرجة تبكل عليك بكري خير من المخر. صحيح تفضل ارتاح يكمل دكتور المكالمة متاعه وتخلو. اي شك اساس مش هوني اسبوعية العشاء كونجي احسن بيناتنا وين تبدا عندي ويزيتا ويبدا هو هوني يزيد يكمل على مرمتي ننسى حتى المرضى اللي جيت عليه. ان شاء الله لاباس. اي شك عندك شنو ورد رصيدي هو يزيد نكلمك عز فيسا لنوجي لنوجي شكون هذا عمران ولا صابرة؟ يا عمران ما ترش فيه يبكي فيسا عيش خليت باب دار محلول وصابرة وحدة تبكي غادي. شنو هذا؟ شنو؟ سمعني زيد خويا الصغار فعمولي بالبكاء كتالي 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 شمن شمن علي ولدي شمن شمن اي يا باب اي اي عمو اي عمو اي 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 هاوك هاوك ريت فاش سكت الفايدة في الشطة هذاك يزبك تهيسو. اهلا بسي زاهي جيت مازلت نمشي دكتور. ايش عليك دكتور؟ لا 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 خليها وعندي اسكت اسكت سيدي خويا جيب لك صبرة زاد تسكتها شوية صبرة خليتها تبكي وحدها في الدار. اسمح لي نجي تهيسو شمل على ولدي شمل شمل سي زاهي دقيقة برك وين جيتك شمل على ولدي شمل على ولدي. قلت لك شي المرة هذه قصلة على الفيزيتا قبل ما تبدا. يا رب سربيهم ما عادش بكري سكتي راك حجيتي شاب ربي بدلنا الصاله ولا هالخلق الكل ما نلقوش وين نحطوه. ما لاباش اسمها دار جديده وبلاش جنطي فهمت. مرحبا مرحبا بكم مرحبا في الدار الجديده مرحبا تفضلوا. وينك يا عرابه انا مده ما شفناكش نسيت عشياتنا. نهار جمعه العشيه نمشي نعمل كور دو شان بعد واحده حبيبتي وسامدي الحق الحق مخصته المسيو ونهار لحد نمشي نعشي بحذا ماما. بيه ولندي ومغدي شنو اللي عندك تعمل؟ لندي عندي كور دو دانس ومغدي نمشي نعمل بنيفولا في جمعية أصدقاء القطاطس. ووه عندنا جمعية قطاطس في بلادنا بيان سور. يا أخي ما فقتوش اللي فما برشا قطاطس دو غاس كيما السياموا والبيرسون ملاو الشوارع. أبون ما في باليش؟ آه وي ما فما برشا عباد يمشيو يشريوهم من عند ليفيتو ومن بعد كي تصير لهم النفحة ولا باش يمشيو فاكونس يطيشوهم في الشوارع مسيكنات. إي دايوغ أحسن
سنو شانش كمان من القطاطس والكلاب العربي اللي ناروا طولهما يفرتوا في اللي بوبيل خيط. أختي دوشة بجاه ربي يقلب علينا هالصحن، يزينا من الكلاب والقطاطس عاد. شفت كي عملنا تبديلات في البلا كيفاش الدار طلعت تقتل. ميرسي فوفا، سي ان بو غراس ا توا. ان شاء الله مبروك عليك يا اختي زينوبه. ما يسالش ما نتربيش بيك زينوبه. نو زينوبه تربيشتي انا، شوف لها تربيه اخرى انت. نو زينوبه تربيشتي انا من الاول. باهي لا دوجة وباهي لا فوفا. اش قولكم في بيبي؟ بيبي 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 زهرة العروسة جد. اما بابنا البنية اللي عندكم ظهر ياسر، حتى انتي محلاكم بيك مدام خولة، ان شاء الله مرسي. هي ما ساعات تكثر لها راك. ليه بربي يخليها، فريمون اي لي تري سامباتيك. انا الحق ظهور ياسر سيريوز معايا، تعرف ساعات ما نقم على شكون بدلك. خولة كان تحب نبدلو نبدلو راه بالحق نبدلو. انت سيادتك انا الحق مع احترامي لامي فضيله ومدام زينب ما بدلش تتخاولة. عامل بنات ولا لاوح يكمل عليك بيها يعيشك. لا خوله ملا انت الجاره الجديده بتاع لا زينب. اي وانا جارتها القديمه. قل لي هوني في الحومه بتاعكم عندكم معرفات؟ نانا مش وقته توا. حتى انت زيدة مغرومة بالعرفات كيفية؟ تعرف قبل ما نقلوا لهوني كنت عندي واحدة تهبل. انا الحقيقة مش مغرومة بهم العرفات، انا مغرومة كان بالطبيعة والفلك والزاسترولوج. دايوغ انا وجوجو نمشيو لواحد استرولوج هوني عندكم في الجاردان تاع النصر. شكون جوجو هذا؟ جوجو دوشة. قولي خولة بربي صالون دو كوافيغ اللي مقابلكم في السنتر شبيه مسكر؟ هذيكا متاعنا، هذيكا من الاول كرينيها المرا حلتها صالون دو كوافيغ. بون ما مشيتلهاش وليت عملتها سنتر دو مساج. ما مشيلهاش زادا؟ ليه مشيلها مليح من الاول، اما بعد فيقوا بيها اللي البنات اللي تخدم عندها ماهمش قارين مساج جملة. ينحولها الرخصة، تعرف سي المنظر راجلي أحلف باش ما عادش يكريه. مدام زينب علي ما تكريهاش أنت وهكيكا تعوض البوتيك متاعك. ليلي يزيني شافة وطوبة من اللي بوتيك. إيش من بوتيك؟ الحومة في زنقة ضيقة ما يتعدى من أحد. تينا عندي بوتيك حويج على فيني وما مشيت ليش. صار عندك بوتيك؟ قل لي بربي تحبشي فوندوز. انا نقولك ماهيشي رونتابل وانت تقولي فوندوز. تينا نخمم باش نبدلها صالون دو تي والا شاورما، هذوك اللي ماشيين. تا تعرف لو كان تحلها سنتر دو غوميز ان فورم والا سبا الا ما تمشي مليح مليح مالغري اللي هي في زنقه. وخوله عاد علاش ما حليتوش انت مادام تعرف اللي لي سنتر يدخلوا برشا مسوار. انا عمري ما كنت في الحفل اللي زفاه، جاب ربي جيت في الحفل الرجال وعرست براجل افيريست. سي زي وين سي زي مشى؟ اي دكتور مشى واجلت له الرونديفو نتاعو. اوه عنده الحق، حتى انا بديت عليه زاد. لا دكتور مشى خاطر ساعه على الجي. جستمون هذاك تلقاه جاي على النسوة. توا ما سكتوها؟ شنو سكتوا؟ توا هكا زوز بيبيات باش يكيدوني. تعرف دكتور بارك الله عليك انت تصلح بيدو بسيكياتر زاده. مادموازيل دالندا انا بروفيسور في طب النفس، نصلح لكل شيء، نجي حتى كونسيي كونجوغال. سليمان سليمان اش قولك فعلو حايد؟ ايه في كاميرا ومصوره. اوه شنو مركتو هذا؟ اسفار اسفار. يقلب مخك يا باجي. اسفار هذا اسم نتاع شركه فرنسويه نتاع تليفونات، مش ماركه نتاع بورتابلوات. ايه يظهر فيه اوكازيون. اما جديد شنو جديد؟ انا نقول لك من قرطاسو باللماره دي بلوكي واموره منظمه. دي بلوكي تلقاه هذاك كي طاح من الكاميونه وكلا لطخه ولا دي بلوكي. المفيد انا بعت وشريت وخذيته لك ب 90 ربحتك فيه 10000. ايه تري تري بيان، تو نجربوا الليله وكان طلع لاباس غدوه نخلصك. يا عاد انا خلصت ومفيد. نعرف نعرف، تعرف شو يقول مثل الفرنساوي؟ لي بون كونت فون لي بون زامي.
ماشي تحب انت زاد تسبوع تحب بشوية مازالش نطلب منك قضية. اسمع انت واخوك ما عادش تطلبوني في حتى شيء. سمعت عايش كانت هذيك الورقة اللي فيها نمرة التليفون نسيتها. واه سبوعي شبيك كسيرة قدخل ما نجمش خايب لتو ما عاود يقوموا ولا يخر سيدي خويا لقاني يوني منبع عليا باش يدير بروسه باهي أول نمرو ربي معاك. عايش هيا يدلوك الكور راي زيدك بخرك على كوارق. لا والله يزيني ما كليت تينا هكا يلزمني نرجع نعمل فوتينغ. اسمع هاي الدنيا بدات تسخن علاش ما نعودوش نعملوا جاريه كل صباح؟ جاريه وين؟ هوني في الحومه صباح بكري تبدا لونها جافارغه والهواء بلاش دخان. اش قلت؟ نمي نحط جلايه في الدار هذه عايش دي عندك فوتيك في كوجينه فوتيك بالبيوت ونروح لداري نلقى جبال بالفوتيك يستنى فيا. كلثوم كلثوم وينو الكانون؟ قاعديش على السطح نمشي نجيبها ليك اللي يقعد كل حلو هوني. يا زهور سيت باش نقول لك حتى الفوتيك بين السطح والكوجينه والله ما عندك ما تقولي فيه. قلت لك ما عادش باطي حاد بيه كان عاود وفيق واطلبني. ليه يا سيدي قاعدة نستنى باش العشوية توفى باش نجيب لك معايا الحلو والسلي وجو. اسمع حتى من اللوز والفستق فما بيه يا سيدي هي في عقلي. شوف كان تحب اتكلم لك سي طيب راجلي يشوف شكون من معارفه انت غيسيب الفندق ومقسم نتاعك. نو يا عايشك سي المنظر راجلي تبارك الله معارفه برشا. حق فوفا ياك مش ديما تحكي لي تقول لي تحب تعمل مشروع تتلهي بيه ايش قولك نصدمو انا وياك ونعملو بروجي. شو نقول لك زينوبه انا توا مع البيبير وما عادش عندي برشا وقت اي اون بلوس بلي شنو البروجي اللي باش نعملو تراه. ما تقوليش بوتيك كيما اللي كانت عندك. اوهو يا حسره على بوتيك نتاع لي بيبلو تحف ولاو اكثر من الحماسه. دايوغ انا بعت فوند كوميرس نتاعي جوست مول الحماس. بعت حانوتك يا لطيف اختي زينب كي ارتحت منه. المهم جيب لي راس مال باهي. تعرف يظهر لي باش السنتر يعاود يمشي يلزمك تبدلوا لا ديكوراسيون وخاصه تبدلوا اسمه. دو لا كريمايير. السبر هذا ما تلقاه كان في دار الابيض ولا عند الزنجانيه في امريكا بركة. يقول لي يا اسبوعي يا اخي جماعه مازالوا ما روحوش من حي النصره؟ بشويه مازالوا. والله عرفتها العشويه هذه باش تطول وانا ماذا بيا مره وحش والدار غادي مازال تغلي بالنساء. امان سيدي خويا تكلم بشويه مازلت كي رقدت البابيات كي عاودوا يقوموني لما نشنا. سامحني هذاك علاش انت تتكلم بالتوشويش ومنحي صوت التلفزه جمله. اسبوعي عندي ليك فكره هايله باش البيبيات يقعدوا راقدين حتى تجي امهم. اسمع كانت تحكي على سير النوم سي حطيت في كل بيبرون دوستين والنفع ربي. لا يا مسطك عندي فكره اسهل. شوش تعمل؟ تحط بحذا كل بيبي قطعه ماهيش مغسوله نتاع عزه. شو قطعه مسخه؟ كلاي يا ولدي افهم بالكدا خاطر البيبي وقت يشم ريحه امه يتهنى ويغطس في النوم. اللهم اذا يجوع ولا اب يشدوا الغاز. والله فكره سيدي خويا هات ما نمشي نشرب توا بريش. اش فما يا اسبوع اش عملت لهم؟ اش عندي عملت لهم سيدي خويا؟ عملت اللي قلت لي دبايرك انا حطيت لهم القطعه بيناتهم هما فيقوا وترشقوا بالبكاء. يا ولدي مثبت اللي القطعة هذه متعزة؟ هي نعم مثبت متعزة.